بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى المحاضرة الثالثة والأخيرة، محاضرتين كده في بعض، فالسلايدز هتكون كتيرة إلى حد ما شوية، وهتكلم إلى حد ما بسرعة. المحاضرة النهاردة عن البلازما ديفايسز أند أبلكيشنز، نعرف الأجهزة بتاعت البلازما المختلفة، وأنا لما أحب أنشأ تجربة أنشأها ليه، وإيه أنواع التجارب المتاحة الموجودة حاليا، ونعرف التطبيق بتاع كل تجربة. أوكي؟ اولا اجهزه البلازما اللي موجوده حاليا ممكن ان انا اعرفها طبقا للكاتيجوريز اللي موجوده ديت قدامي. البلازما الجهاز اللي انا بصممه هيعمل حاجه من الثلاثه ديت، لا اما جهاز يطلع لي تشارج بارتكلز، يعني يطلع لي شحنات، الشحنات ديت تكون قويه، الشحنات ديت ابتدي استخدمها استخدامات ثانيه، استخدمها في الصناعه، استخدمها في الطب، بيكون لها استخدامات كتيره. فانا الجهاز البلازما اللي انا عامله، يعني انا عامله بس كانه جهاز تشارج بارتكل سورس، مصدر للشحنات اللي انا هستخدمها بعد كده. فممكن الجهاز يطلع لي الكترونز، وممكن جهاز يطلع لي ايونز. يبقى الجهاز ده مش بيهمني في البلازما ذات نفسها، بيهمني في اللي خارج من البلازما نفسها. فدوت انا عملت جهاز بلازما علشان اخرج منه الكترونات قويه، او عملت جهاز بلازما عشان اخرج منه ايونات قويه. والاجهزه دي كتيره قوي، الالكترون سورسز ديت اسماء الالكترون سورسز، السيرمايونيك والفوتوالكتريك والهولو كاثودز والكلام دوت، والاين سورسز، في عندنا البانينج، وعندنا سيرفيس اين سورسز، كل ديت حاجات الى حد ما دول مشهورين جدا في الاين سورسز. يبقى انت دي اول كاتيجوري من الاجهزه بتاعت البلازما، ان انا عملت الجهاز علشان اخرج منه تشارج بارتكل تكون قويه، وهنعرف دلوقتي الاجهزه دي الى حد ما بالتفصيل. الجهاز الثاني ان انا هعمل جهاز بلازما اطلع منه راديشن، اطلع منه اشعاع مثلا، اطلع منه يو في، اطلع منه مايكرويف، اطلع منه اكس راي. يعني انبوبه الاكس راي ديت اللي بتطلع لنا اشعه الاكس راي، انبوبه كوليجين، الانبوبه ديت ما بتطلعش الاكس راي لما تكون في حاله البلازما الاول. فانا سورسز اوف ايونايزنج راديشن، ان انا بعمل جهاز بلازما عشان احصل منه على راديشن ايا كان الراديشن دوت. في عندي برضه في كاتيجوريز منهم، هم الاثنين، في البارتكل اكسلريتورز، الجهاز اللي هو ال اتش دي، والجهاز اللي بعمل اكسلريشن للبارتكلز ديت، دي برضه نوع من انواع الاجهزه اللي بيكون فيها بلازما. وفي اجهزه اسمها اجهزه البلازما بنش، هنعرف دلوقتي يعني ايه كلمه بنش ديت، ان انا بضغط البلازما في مكان معين، نتيجه ضغط البلازما في مكان معين ده بحصل على راديشن يكون قوي. اخر حاجه بقى اجهزه البلازما اللي هي بلازما ان انا بدرسها كبلازما ذات نفسها، بعمل جهاز علشان ادرس البلازما والخصائص بتاعت البلازما، واللي يهمني اللي موجود جوه البلازما هو ده اللي يهمني، مش اللي خارج منها. وعندي منها يعني عدد لا يحصى من الموضوع دوت، عندي الدي سي سورسز، وعندي الار اف سورسز، والمايكرويف سورسز، وعندي حاجات كتيره جدا منها. اوكي؟ يبقى انا لما بنشئ جهاز بلازما، انا قدامي ثلاث طرق انا بعمل الجهاز ده، لا اما اخد منه تشارج بارتكلز، لا اما اخد منه راديشن، لا اما اخد منه البلازما ذات نفسها اللي موجوده جواه. احنا هنتكلم عن الاجهزه البسيطه اللي ممكن يعني تتعامل عندنا هنا في مصر، مفيش فيها اي مشاكل تكنيكال يعني، والى حد ما رخيصه. الى حد ما كلمه رخيصه في البحث العلمي، انا مش رخيصه بالنسبه لنا، رخيصه بالنسبه للكليه، رخيصه بالنسبه للمكان اللي انا شغال فيه. فابسط جهاز واسهل جهاز في الدراسه هو جهاز بتاع الجلود الشارج ده، بنستخدم باور سبلاي، بيكون دي سي باور سبلاي، وبيكون عندي تو الكترودز، وحاطط الكلام دوت جوه انبوبه، ادي الالكترود وادي الالكترود، وحطيته جوه الانبوبه، والانبوبه ديت لازم افرغها من الهواء، فبيكون عندي فاكيوم بامب. يبقى انت سيادتك هيكون عندك باور سبلاي، ده لازم يكون موجود معاك، ولازم يكون عندك فاكيوم بامب وتوصل للفاكيوم اللي انت مطلوب منك لاجراء التجربه. وانسى ان انت حطيت الفولتج او البوتنشال بتوين التو الكترودز، هيحصل عندك بريك داون، يبقى هتتكون البلازما. طيب الجهاز دوت من ضمن خصائصه ان انا بستخدمه في الثلاث حاجات. يعني ايه في الثلاث حاجات؟ انا ممكن اخد منه تشارج بارتكلز، وممكن اخد منه راديشن، وممكن ادرسه كبلازما ذات نفسها. دراسته كبلازما ذات نفسها ما فيهاش مشكله خالص، التو الكترودز اهم، تحط البروبس تشتغل بالسبكتروسكوبي ما فيهاش مشكله. انما بقى انا عايز اشتغل بيه يطلع لي تشارج بارتكلز،
هلعب شويه في الكونفيجريشن بتاعت الكونفيجريشنز بتاعت الانود والكاسوب دوت، اقدر لما العب فيهم ابتدي اغير في الحاجات اللي انا عايز اخدها من الجهاز. فشكل بلود الشارج ده مش بس بيبقى تو الكترودز قدام بعض، لا، شكل الالكترودز نفسها بيغير لي الحاجات اللي هتخرج لك من الجهاز واللي انت عايز تاخده من الجهاز. فالشكل الاساسي لبلود الشارج هو الشكل اللي هو موجود دوت قدامي. دي انبوبه اللي انا فرغتها من الهواء، وادي تو الكترود وكونت البلازما ما بينهم هما الاثنين. وممكن بطريقه ثانيه ان يكون بدل ما الالكترود يكون الانبوبه صغيره بالشكل ده كده، يعني الطول بتاعها اكبر من العرض، ممكن يكون العرض اكبر من الطول، وطبعا دي لها تطبيق مش هنتكلم عنه. او ممكن اغير خالص شكل الانود وشكل الكاسود، بدل ما كان يكون بالطول واخليه بالعرض، لا، ممكن اغير شكله خالص ان انا اجي عند الكاثود دوت واروح حاطط تحتيه مجال مغناطيسي، اروح حاطط تحتيه مغناطيس. وانت لو عملت كده مش هيبقى الجهاز بتاعك اسمه بلو ديسشارج، لو عملت كده هيبقى الجهاز بتاعك اسمه ماجنترون سباترنج او ماجنترون ديسشارج. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل احنا عارفين ان عند الكاثود بتكون منطقه الكاثود دي بيبقى فيها الكترونز، والالكترونز دي هي السبب في ان الكاسوب بتاعك بيكون سخن. طيب انت لو حطيت مجال مغناطيسي من تحت دوت النورث وده ساوث، هتبص تلاقي ان الماجنتيك فيلد لاينز هتتجه بالشكل ده كده. ماجنتيك فيلد لاينز اللي خارجه من الشمالي للجنوبي ومن الشمالي للجنوبي بتعمل ترابنج للالكترونز، بتجيب الالكترونز اللي خارجه من الكاسود. انت عندك الكاسود دوت سخن فعماله تطلع منه الكترونات، يجي الالكترون يطلع يلاقي قدامه مجال مغناطيسي بيشده تاني، يروح جاي الالكترون يخبط تاني في الكاسود، فانت زودت طاقه الخبط بتاعت الكاسود دوت، عمال تخبط كل شويه في الكاسود بتاعك، فالكاسود بتاعك بيسخن اكتر، ونتيجه السخونيه والخبطات السريعه اللي عمال يتلقاها الكاسود دوت بيحصل سباترنج، بيحصل ان الاتومز بتاعت ماده الكاسود دي بتطلع لفوق، بتتخبط كده زي بالظبط لعبه البلي، ان انت بتجيب بليه وبتروح خابطها في الاتومز اللي موجود قدامك، فبتلاقي الاتومز دي اتفرشت. فانت الالكترونز دي بطاقتها عماله تخبط في الماده بتاعت الكاثود دي، فعماله تعمل لك سباترنج للاتومز، فتلاقي الاتومز بتاعت الماده دي على طول طلعت معاك ودخلت جوه البلازما. لو انت حطيت اي ماده هنا ممكن ترصب الماده اللي موجوده هنا، ترصبها على السبستريت اللي انت موجود فوق. فاذا الجلود الشارج انا لعبت فيه وحولته من مجرد ان هو جلو، حولته لجهاز تاني خالص، سميته اسمه الماجنترون سباترنج. وده من الحاجات الافكتيف جدا، افكتيف بمعنى ان احنا في الصناعه يعني ثلاث ارباع الصناعه بتعتمد على الماجنترون سباترنج، مش بتعتمد على الجلود الشارج في الحاله بتاعته الطبيعيه. البيزك ريسيرش بيعتمد على الجلو لانه لحد ما ستيبل ما بيبقاش فيه ماجنتيك فيلد ولا بيبقى فيه يعني حاجات زياده، انما في الصناعه دايما بنستخدم الماجنترون سباترنج. تاني حاجه اللي ممكن العب فيها في الجلود الشارج شكل الكاسود ذات نفسه. انت هنا الكاسود رحت حطيت لي تحتيه مجال مغناطيسي، هنا الكاسود بدل ما هو الكترود ممكن تخليه على شكل اسطوانه، يعني اسمها هولو، جبت اسطوانه كده بالشكل ده كده وحطيتها قدام الانود، يبقى عندي الانود اهو وعندي الكاثود عباره عن اسطوانه. طيب ايه اللي هيحصل جوه الاسطوانه؟ احنا متفقين دايما ان منطقه الكاثود دي بتبقى مليانه بيه الالكترونز، في الكترونز والكترونز هاي انرجي الكترونز موجوده عند منطقه الكاثود دي. الالكترونز الهاي انرجي دي لما تخش جوه الكاثود من جوه بيحصل لها حاجه اسمها البندلم افكت. يعني ايه البندل افكت؟ بتفضل رايحه جايه كده، بتعمل زي شكل البندول رايحه جايه، وطول ما هي رايحه جايه عماله تخبط لك في الكاسود من اليمين وتخبط لك في الكاسود من الشمال، عماله تخبط، ونتيجه الخبط دوت بتطلع الكترونز سكندري الكترون ايميشن زياده اكتر ما هي كانت موجوده. فهنا انا حصلت على ايميشن من الالكترونز، بقى عندي الكترونز قوية جدا 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 كمان، وزودت الانتنستي بتاعتها نتيجة ان انا دخلت الالكترونات جوه الكاسود من جوه، وبقت وهي جوه الكاسود بقت عمالة رايحة جاية وعمالة تخبط كل شوية وتزود لي النمبر اوف الكترونز اللي موجودة. الهولو كاثود دوت ده بقى سميناه اسم جديد، بقى اسمه الهولو كاثود شارج. يبقى الهولو كاثود شارج هو بالظبط جلود الشارج، بس كل اللي انا عملته ان انا غيرت شكل الكاثود، بدل ما كان بلين بالشكل ده كده خليته هولو، فنتيجة ان انا عملت هولو كده بقى عندي سورس اوف الكترونز. وهو ده المبدأ اللي احنا منه بنطلع منه الالكترونات، ان البلين دوت قصدي الهولو دوت لو انت فتحته من ورا فتحة
يبقى الفتحة ديت ممكن بحتة بطارية صغيرة موجبة ممكن تشد الإلكترونات ديت، وهتشد الإلكترونات ديت هتشدها بطاقة عالية جدا. فهو ده مصدر الإلكترونات المشهور جدا اللي هو الهولو كاثود ديشارج، إن أنا بعمل أنود وبعدين كاثود، والكاثود دوت المفروض إن هو هولو، وبعدين أنا خرمته من ورا وحطيت من ورا إلكتريك فيلد، حطيت إلكتريك فيلد موجب، فالإلكتريك فيلد الموجب دوت هيشد الإلكترونات، فأنت هتشد الإلكترونات فتحصل على إلكترونات بطاقة قوية، أوكي؟ طيب أنا لو شديته الإلكترونات هتروح للقطب الموجب وخلاص أنا ما استفدتش بيه بحاجة، لا أنت ممكن تشده بمجال المجال دوت او تشده بحاجه الحاجه دي تكون هي ذات نفسها مخرومه، زي مثلا الشبكه، تجيب شبكه وتحطها بجهد موجب، فتيجي الالكترونات تيجي تقرب للجهد الموجب وطاقتها عاليه جدا، فهي هتجذبها ليها، بس هي عندها طاقه عاليه هتقدر تتخطى المجال الموجب دوت وتعدي الناحيه الثانيه، فكانك كده عملت زي جت من الالكترونات القويه جدا. الالكترونات القويه دي تشوف الاستخدام بقى اللي انت سيادتك عايز تستخدمها فيه. اوكي؟ الجت ايوه، بس مش هي بالظبط كده، هي ده نوع من انواع الجت، بس مش هي اللي انا قصدي عليها بتاعت امبارح. النوع الثاني بقى من الديشارج، احنا كده خلصنا جلو ديشارج بالاشكال بتاعته. الجلو ديشارج كل اللي استخدمناه فيه باور سبلاي وفاكيوم سيستم، والالكترودز انا لعبت في شكلها، وفي الاول كانت بلين وبعد كده بقت هولو، ومره انا حطيت تحتها مجال مغناطيسي. دلوقتي هنخش في نوع جديد خالص من الديشارج، ده الى حد ما مش مستخدم في الصناعه، بيستخدم في الريسيرش، اسمه البيننج ديشارج. البيننج ديشارج انا بستخدم بقى فيه حاجتين، بستخدم فيه الالكتريك فيلد وكمان بستخدم فيه الماجنتيك فيلد. ليه بقى بستخدمهم؟ علشان اعمل حصر للبلازما، اخلي البلازما موجوده في مكان معين، وعمليه حصر البلازما في مكان معين هي دي البنش اللي انا قلت لكم عليها من شويه. عمليه البنش ان انت بتضغط على البلازما، بنش يعني انت بتمسك الحاجه تضغطها كده. ليه احنا بنضغطها؟ لحاجتين، اولا عايزين نزود درجه حراره البلازما جامد قوي، نزود درجه حرارتها علشان احنا محتاجين تطبيق معين تكون درجه الحراره تكون عاليه. تاني حاجه بنضغطها علشان درجه الحراره العاليه ديت لو فضلت مفروشه هتلمس الجدار بتاعت الانبوبه اللي انت شغال فيها، وممكن تحرق لك الانبوبه من كتر العلو بتاعت درجه الحراره. فاحنا ابحاث ريسيرش موجهه ان انت تبعد بقدر الامكان البلازما ديت عن الجدار بقدر الامكان. فمن ضمن الاجهزه اللي بتستخدم عمليه البنش او بعد الالكترونز بعد البلازما عن الجدران اللي هي البيننج ديشارج. البيننج ديشارج بنستخدم فيها حاجتين، بنستخدم فيها الكتريك فيلد وبنستخدم فيها كمان ماجنتيك فيلد. وشكل الالكتريك فيلد هنا مش مختلف شويه عن الطرق بتاعت الجلود الشارج. انت جلود الشارج لو انت تفتكر كان الاثنين بيكونوا قصاد بعض، بيبقى عندي الكترود هنا والالكترود هنا، بيكون الاثنين قصاد بعض. انما هنا شكل الالكترود مختلف شويه، هنا الالكترود عباره عن اسطوانه، الانود عباره عن اسطوانه زي ما انت شايف، وفي اخر الاسطوانه ديت موجود الكاثود بتاعي. يبقى انت قافل الاسطوانه ديت، هنا اخره الكاثود وهنا اخره الكاثود، يبقى انت عندك حته انبوبه كده من النحاس، واخر الانبوبه بتاعت النحاس حاطط هنا الكاثود وحاطط هنا الكاثود، ومن بره انت مغلف الاسطوانه ديت بمجال مغناطيسي. طيب ايه اللي هيحصل؟ الالكتريك فيلد دوت هيعمل الديشارج ما بين التو الكترودز دوت، فتتكون عندي البلازما. المجال المغناطيسي دوت هيبتدي يضغط البلازما ديت، يبعدها شويه عن الانود والكاثود، فيبتدوا يزقوا شويه عن الانود والكاثود بالشكل ده. ده كان الشكل البدائي جدا للبيننج ديشارج. بيننج ديشارج تطورت وبقت بالشكل اللي موجود قدامي دوت. انا بدل ما كان المجال المغناطيسي موجود في كل حته، خليت المجال المغناطيسي موجود في حتت معينه. ليه بقى عملت الموضوع دوت؟ ديت انتوا ممكن تكونوا درستوها في كتاب تشن، حاجه اسمها الماجنتيك ميرور. فاكرين الماجنتيك ميرور؟ هي الماجنتيك ميرور قريبه جدا للموضوع دوت، لان انت عملت ديشارج بالانود والكاثود عادي جدا، وجيت سيادتك بقى جيت في المنطقه النهائيه ديت انت عايز تضغطها قوي بحيث ان انت تعمل تريبنج للبلازما في الحته ديت، مش عايز البلازما يحصل لها اكسبانشن هنا ولا اكسبانشن هنا. فانا سيادتي جبت هنا مجال مغناطيسي ضغطته قوي هنا، وجبت مجال مغناطيسي ضغطته قوي هنا، فانت تقريبا الى حد ما حصلت البلازما في المنطقه اللي موجوده هنا في النص. طبعا عمليه الماجنتيك ميرور ديت محتاجه علشان انت تضمن جامد قوي ان البلازما تكون كونفايند في الحته دي، محتواها في الحته دي، لازم يكون المجال المغناطيسي اللي انت سيادتك مطبقه ويكون مجال مغناطيسي قوي جدا،
وعمليه مجال المغناطيسي ان انا احصل على مجال مغناطيسي قوي جدا، دي عمليه مكلفه جدا قوي قوي قوي. لازم يكون الملفات اللي انا بستخدمها عشان احول مجال مغناطيسي تكون ملفات سوبر كوندكتنج، ولازم تكون بقى موجود فيها هيليوم علشان ينزل لي درجه الحراره، يعني المشاكل الكبيره بتاعه السوبر كوندكتنج. ده غير ان مشاكل الماجنتيك فيلد برضو مهما كان الماجنتيك فيلد بتاعك بيكون قوي، برضو في بعض البارتكلز بتقدر تهرب من المجال المغناطيسي ديت، فبتبوظ لك كل السيستم اللي انت عملته، فانت ما قدرتش ان انت تحتوي البلازما في الحته ديت في المنطقه ديت. مشكلتين كبيره جدا قابلتنا في البيننج تشارج اللي احنا سميناها بعد كده الماجنتيك ميرور. كان مشكله ان انا مش قادر ان انا اجيب مجال مغناطيسي كبير، وتاني مشكله عمليه الهروب اللي بتحصل للبارتكلز ديت. فكانت الاثنين دول كان يجب ان احنا نفكر في الموضوع دوت علشان اقدر احصر البلازما. بفكركم احنا ليه اصلا حصرنا البلازما؟ حصرنا البلازما لحاجتين، حصرناها علشان نخلي درجه الحراره والدنستي يكون عاليه جدا، وتاني حاجه علشان ما تلمسليش الجدار بتاع الاناء اللي انا عامل فيه البلازما دوت، فببعدهم هما الاثنين بالماجنتيك فيلد. فكانت فكره البينك تشارج بقى فكره كانت كويسه، ظهرت الفكره ديت في الخمسينات، ازاي ان انا اطور البينك تشارج دوت واحافظ على عمليه التريمنج. علشان احافظ على عمليه التريمنج وما اخليش البارتكلز تهرب مني، كانت فكره كويسه جدا ان انت تحط بدل ما انت تستخدم انبوبه مقفوله تستخدم انبوبه على شكل دونالد كده، بالشكل ده كده. يعني انت حطيت هنا الماجنتيك فيلد بتاعك، ادي الماجنتيك فيلد حطيته هنا كده، هيجوا اخوانا دولت شويه البارتكلز، طبعا هيحصل لها ترابنج او هيحصل لها كونفاينمنت في الحته دي، هيجوا شويه البارتكلز دولت يهربوا، هيهربوا لك ويرجعوا لك تاني، يخشوا لك جوه البلازما تاني. ده انت حتى لو في شويه كمان هربوا مش ههربوا مني بعيد، ده انا احط ماجنتيك فيلد هنا كمان واحط ماجنتيك فيلد في الحته ديت، اقعد احط ماجنتيك فيلد، يبقى انت كونت البلازما، اي حاجه هتهرب منك هتهرب لك برضو ايه؟ هتيجي يعني ايه هربه من الماء الى معرفش فين، ده من النار الى الرمداء يعني. خرج من هنا هيرجع لها تاني، هيفضل جوه الانبوبه. يبقى انت كده حليت مشكله عمليه الهروب بتاعت البارتكلز ديت، هتهرب لي هتفضل موجود جوه، وقدرت ان انت تبعد بقدر الامكان بالماجنتيك فيلد ده، وقدرت تهرب بقدر الامكان عن الجدار، وفي نفس الوقت قدرت ان انت تحصر البلازما جوه، فزودت الدنسيتي بتاعتها وكمان زودت التمبرتشر بتاعتها. المبدا ده بقى يا شباب هو دوت اسمه مبدا التوكامان. ده كده هو ده التوكامان. دي كلمة روسية معرفش، شينجهان همباجور معرفش ايه، شوية كلام كده بالروسي معرفوش، معناها حصر البلازما عن طريق المجال المغناطيسي المتعامد على الدرس بشكل حرف الدور، يعني شوية كلام. ام لا هو روسي مش انجليزي. طيب يبقى الجهاز دوت لما عملنا ريسيرش عليه وابتدينا نحل ندور على شويه الحلول بتاعته، وصلنا في الاخر لفكره جميله جدا، والى حد ما فكره غيرت مفهوم البلازما ودخلت البلازما في برانش جديد خالص. كان اول فكره في الموضوع دوت اللي هو موضوع التوكامك. اوكي، هنخلي موضوع التوكامك ده في الاخر نظرا لاهميته، وهنسيب البنك ديشارج ونخش على موضوع جديد. الموضوع الجديد بقى حاجه اسمها الار اف ديشارج. الار اف ديشارج ده من الحاجات الجميله واللذيذه ان انت بتكون بلازما من غير ما يكون عندك الكترودز اصلا، من غير ما يكون عندك انود ولا كاثود ولا اي حاجه. دي بنسميها الالكترودلس اكسبيرمنتس، يعني اكسبيرمنتس من غير ما يكون عندك تو الكترودز اصلا، مش بيبقى عندك الكتريك فيلد ولا حاجه. ايه اللي بيحصل؟ ان انا بجيب ار اف سبلاي، جهاز بيطلع كهرباء في الرينج بتاع الار اف، وانا لافف دوت بسلك بالشكل ده كده، لفه على التيوب اللي انا عايز اكون فيها البلازما، وفي غاز موجود جوه نتيجه الار اف دوت. الار اف زي ما احنا عارفين بيقعد يزق الجزيئات، يقعد يحصل لهم اوسيليشنز كده وفايبريشنز بالشكل ده كده، فكل ما الفايبريشنز يعلى 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 يقعدوا يخبطوا ببعض جامد، فيحصل ديشارج للجاز اللي موجود. اوكي، يبقى هنا عملت ديشارج نتيجه ان انا هزيت الجزيئات، هزيتها وخليتهم يخبطوا ببعض جامد، ونتيجه ان هم الخبط الشديد دوت بقى عندي الجهاز بتاع الار اف. الار اف ده ليه استخدامات كبيره جدا، ومعظم الاستخدامات اللي بنسميها ايه؟ معظم الاستخدامات اللي بتشتغل في الاتموسفيريك بريشر، ان احنا مش محتاجين فاكيوم ومش محتاجين تكنولوجيا عاليه، يعني بنستخدم فيها الار اف ده. يعني لسه ما ينفعش تحط الار اف
ينفع بس هو هيبقى ار اف. يبقى بص في نوعين من الار اف، معلش انا ما حطيتهاش، بس في نوعين من الار اف. في نوع اسمه اندكتيفلي كابلد ار اف، وفي نوع اسمه كباسيفلي كابلد ار اف. اندكتيفلي يعني انت عملت سلك ولفيته، وكباسيتيفلي يعني انت حطيت التو الكترودز وحطيت ما بينهم هما الاثنين ار اف. بس الاندكتيفلي ده اللي بنسميه الكترودلس، مش محتاج ان انا يكون عندي الكترودز علشان اكون البلازما. اوكي بس للاسف انا ما حطيتش الموضوع ده. هو ما فيهوش موجب ونيجاتيف، قريب قوي من الاي سي، هو الاثنين زي بعض. مش فاهم. يعني بدل ما يبقى الاوستيشن حوالين الصفر، يبقى الاوستيشن حوالين رقم اعلى. يعني بحيث ان هو بيبقى مثلا بيعلى في الموجب وبينزل في الموجب برضه. يعني كان زي الريفت كده اللي بيحصل. ده بعملها فين؟ في على الالكترود يعني؟ يعني انت قصدك في واحد فيهم يبقى حاطط عليه الار اف والثاني جراوندد يعني؟ لا هو اللي يبقى بايسك مش جراوندد. يبقى عليه جهد. الفرق ما بين الاثنين هو ده الار اف. هو اللي بيحصل عندي في الاتجاه المعين. فهمت. ممكن الار اف ديت ممكن اعمل بيها حاجه اسمها البلازما جيت، ار اف بلازما جيت. عشان كلمه جيت ديت كلمه عامه، ممكن تعمل جيت بالدي سي، ممكن تعمل جيت بالاتموسفيريك بريشر الاي سي العادي، وممكن تعمل جيت بالار اف. فكره الجيت ان انا بكون بلازما، كونت بلازما اهوت اندكتيفلي عن طريق الار اف، وبعد كده بروح مدخل غاز، فالغاز دوت وانا مدخله هيزق البلازما معايا وهيطلع لي نوزل كده، هيطلع لي ان في فليم طالع معايا من البلازما. ريتيو فريكونسي دكتور، رينج فريكونسي قد ايه والباور؟ ايه؟ رينج فريكونسي بيشتغل عليه بالتجربة والباور بتاعه قد ايه؟ الرينج بتاع الفريكونسي هو الرينج بتاع الباور اف. والباور حسب الجهاز ده بيختلف من جهاز لجهاز. معظم الاجهزه بتشتغل في التردد بتاع 13.61. ده كل ما تروح تشتري جهاز ار اف هتلاقيه شغال في الرينج ده 13.61 ميجا هرتز. ده دكتور اللي هو الفانكشن جنريتور ده زي الفانكشن جنريتور. هو جهاز الفانكشن جنريتور اللي عندنا في المعامل بتاع الطلبه دوت، ده بيشتغل لغايه 11 او 20 ميجا هرتز. ف 20 ميجا هرتز ده دخل شويه في الار اف، بس زي ما قال زي زمان هتبقى الباور بتاعته صغيره جدا، مش هتبقى قادره انها تعمل اينازيشن للتشارجز اللي موجوده. فلذلك بنستخدم جهاز بتبقى الباور بتاعته عاليه، وطبعا كل ما الباور هتعلى كل ما سعر الجهاز دوت هيغلى. هي مشكله الار اف الكبيره جدا 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 اللي بيقابلها الناس بتوع العملي في حاجه اسمها الماتشنج سيركت. انت طلعت منه باور، انا جبت جهاز 100 ميجا باور 100 ميجا وات، وجيت حطيته على تجربه، بس التجربه دي ميس ماتشنج في الاندكتنس بتاعتي غير الاندكتنس بتاعه الجهاز. في حاجه كده احنا عارفينها في العمليه، علشان التجربه تشتغل كويس لازم تكون الاندكتنس، او مش تشتغل كويس عشان تاخد كل الباور لازم تكون الاندكتنس بتاعه الباور سبلاي بتساوي تقريبا الاندكتنس بتاعه السيركت بتاعتك. لو الاندكتنس بتساوي الاندكتنس، لو هو في ماتشنج في الاندكتنس ما بينهم او الامبيدنس ما بينهم هما الاثنين، يبقى هتبص تلاقي الباور كلها اللي هنا اتنقلت لهنا. الجهاز سعره مثلا 200,000 دولار مثلا، تلاقي الماتشنج سيركت سعرها 300,000 دولار مثلا يعني، ولا حاجه بتبقى اغلى بكتير جدا من سعره. بالظبط، لازم يحصل ريزونانس عشان نقدر ان احنا ناخد الاوتبوت من الجهاز ده. دي كل مشكله اجهزه الار اف على فكره، يعني كل اجهزه الار اف بتبقى مشكلتها في الماتشنج سيركت بتاعتها. هي سهله في ان انت تعملها، بس محتاجه منك حسابات طويله، ان انت تقعد تحسب الامبيدنس بتاعت السلك دوت واللفات دي، تقعد تحسبها وبتحط ملفات ومكثفات لغايه لما توصل في الاخر لامبيدنس معينه بتساوي تقريبا الامبيدنس بتاعت الجهاز بتاعك. هتعملها لو انت حطيت في دماغك هتعملها، بس هتاخد منك وقت ومجهود كبير جدا في الحسابات. الاجهزه اللي بعد كده اجهزه حصر البلازما اللي كانت من بدايتها جهاز التوكاماك دوت، او نهايتها هي جهاز التوكاماك، كان اول جهاز في حصر البلازما كان اسمه البلازما فوكس. البلازما فوكس ده من الاجهزه القديمه المشهوره، هو كان قديم قوي يعني ومشهور. ده بنستخدمه علشان اعمل بنش للبلازما، اعمل حصر للبلازما في مكان معين. بعمل ازاي حصر للبلازما؟ اولا شكل الجهاز ان انا عندي الكترود في النص، ده الانود،
وعندي الكترودز موجوده حوالين الانود دوت اللي هم الكاثود. عندي انود في النص وفي سته ردات شكلها رده كده، سته موجودين حواليه بالشكل ده كده. وفي ما بين الانود وما بين الكاثود في انسليتور، المنطقه ديت منطقه انسليتور. اوكي؟ اوكي. انت سيادتك لو وصلت لو دوت حطيته على الفلانج الموجبه وده حطيته على الفلانج السالبه، ممكن يحصل لك الجلود الشارج العادي ما بين اللي موجود في النص وما بين السته اللي موجودين حواليه، مفيش فيها مشكله. ولكن احنا مش هنعمل كده، احنا هنعمل ايه؟ انا هجيب كهرباء عاليه قوي 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 يعني عن طريق ان انا اشحن مكثف، المكثف دوت اشحنه مثلا 20 كيلو فولت ولا حاجه، والكباسيتنس بتاعته بتبقى 30 مايكرو، فانت مخزن كهرباء يعني تدمر لك الدنيا. شحنت المكثف، قفلت الباور سبلاي، فلغيت الدايره اللي موجوده هنا خالص، مش موجوده معايا. في هنا سويتش اسمه سبارك جاب، السويتش دوت اول ما افتحه هتحصل شراره هنا، فالشراره ديت اللي هي السبارك يعني هتنقل كل التيار، كل الشحنه اللي موجوده هنا هتجري بسرعه تتحط ما بين الانود وما بين الكاثود زي الست ردات اللي موجوده. يبقى انت هنا مش حاطط باور سبلاي على طول، انت خزنت الكهرباء بتاعت الباور سبلاي في مكثف شحنته يعني، وبعد ما شحنته ابتديت فرغته، وفرغته عن طريق الشراره اللي موجوده ديت، فوقت التفريغ هو وقت الزمن بتاع الشراره ديت، اوكي؟ ده مهم جدا ان يكون الوقت دوت صغير. طيب حصل وبقى في كهرباء عاليه جدا كبيره قوي 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 زياده عن اللزوم بتاعه الايونيزيشن انرجي بتاعت الجاز اللي موجود، فتحصل على طول الشراره، تحصل على طول السبارك. السبارك هيحصل ما بين الانود ده وما بين الكاثود، وسبارك هتبقى الكرنت بتاعها عالي جدا. طيب حصلت شراره من هنا لهنا كده، يعني في تيار كهربائي مشي من الحته دي للحته ديت. طيب نراجع مع بعض كده، لو انا عندي تيار كهربائي مشي كده هيولد حواليه مجال مغناطيسي بالشكل ده كده. طيب انا بقى عندي مجال كهربي ومجال مغناطيسي، لازم يبقى فيه قوه. يبقى انت سيادتك هتبص تلاقي في قوه ظهرت شدت الفيلمنت دي، شدت السبارك ديت، راحت شدها لفوق، وهي شدها نتيجه الجيومتري بتاعتها، هي مش شدها كده على طول، لا شدها بميل معين. فتبص تلاقي القوه دي مشدوده بقوه اسرع من سرعه الصوت على فكره، شدتها بقوه كده وشدتها بقوه هنا كده، ونتيجه ان هم طالعين بميلان هيميلوا 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 وهيجوا في حته قوه كبيره جدا راحت دمر دول على بعض. فبقى عندك وكانك جبت سبارك وجبت سبارك جبت سبارك وجبت سبارك من ست الردات، ورحت ضغطهم بقوه كبيره جدا. قوة كبيرة جدا ديت راحت حصرت لك البلازما في الحتة الصغيرة دي، وحصرت لك بلازما مضغوطة كثافتها عالية جدا ودرجة الحرارة بتاعتها بتبقى عالية جدا. نتيجة الضغط ده بيبقى عندنا سورس اوف تشارجز وسورس اوف راديشن يعني بالهبل. هنا هتبص تلاقي الالكترونز راحت نازلة لك تحت خدت الطريق ده، وهتلاقي الايونز راحت خدت الطريق ده، ونتيجة ان انت عملت ضم للتشارجز ديت، نتيجة ان التشارجز قربت من بعضيها هيطلع لك اكس راي، واكس راي بتبقى طاقتها عالية جدا، بتبقى هارد اكس راي. فالجهاز ده كان اول ابروتش ان احنا نعمل فيوجن، ان انا اعمل فيوجن. هو مشكلة الفيوجن ان انت علشان تجيب ذرة هيدروجين وذرة هيدروجين وتدمجهم مع بعض لازم يكون طاقة الحرارة، درجة الحرارة دي تكون عالية جدا، فانت فين هتجد المفاعل اللي هيوصلك لدرجة الحرارة عالية جدا دي. فاحنا ابتدينا نفكر ايه الحاجات اللي في البلازما اللي اقدر اسخن فيها درجة الحرارة بحيث اوصلها لدرجة عالية. فكان اول ابروتش للموضوع دوت هو الجهاز بتاع البلازما فوكس، وطبعا ده قابله مشاكل كتيرة جدا والى حد ما اتركب، وده كان شغلنا في الماجستير على الجهاز دوت. الجهاز دوت اللي هو اللي فات ده كان مصدر احنا بنستخدمه دلوقتي، الناس اللي لسه شغاله الابحاث بتاعته بيستخدموه كمصدر للايونات. الايونات هتطلع هنا، الايونز هتبقى طالعه وطاقتها عاليه جدا، فانت الايونز دي ممكن تستخدمها بقى في الصناعه، ممكن تستخدمها كايونات تبدا بيها تفاعل انشطاري. انت عندك التفاعل الانشطاري محتاج نيوترون، والنيوترون يكون قوي عشان يبتدي يفلق لك النواه بتاعتك ويطلع لك القوة الانشطارية. فهو بيشتغل دلوقتي كل شغله دلوقتي في الشغلانة دي كايون بيم سورس، وان هو الايون بيم سورس ديت ممكن استخدمه كنيوترون بيم سورس اقبض بيه الذرة علشان اطلع منها الطاقة بتاعتي. الجهاز الثاني اللي بعد كده ده اسمه تشانل سبارك ديسشارج، والتشانل سبارك ديسشارج ده بقى الكترون بيم سورس. الكترون بيم سورس ده جهاز ده مصدر الكترونات، الاولاني ده كان مصدر ايونات، دلوقتي بيشتغل مصدر ايونات. الجهاز الثاني دوت هو عباره عن مصدر ايونات.
مصدر ايونات من بتطلع منه ايه هو هو هولوكاسود ديشارج. ازاي هولوكاسود؟ في عندي الكترود موجود هنا اهو اللي هو السلك ده، ده الكترود والحته الصفراء ده ده هولوكاسود يعني الكترود، وفي هولوكاسود موجود هنا، يبقى المنطقه دي هيكون فيها الكترونات، المنطقه دي هيكون فيها الكترونات كتيره جدا، وانا خالي من الهولوكاسود ده من تحت، الصوره مش واضحه، ومن تحت كده انا حاطط حته ازازه، والازازه دي حاطط الكترود تاني، الالكترود دوت حاطط عليه جهد تاني موجب، فالجهد التاني الموجب دوت هيعمل ايه في الالكترونات؟ هيروح شاد الالكترونات، فهتتشد عندك الالكترونات، الازازه اللي طالعه ديت مطلعه لك الكترونات بطاقه عاليه جدا، اوكي؟ يبقى نفس الجهاز بتاع جلود الشارج بس ببعض التعديل بتاع الجيومتري. وده الجهاز اللي احنا عملناه في الدكتوراه في صورته الاولانيه عشان احنا عدلنا فيه كتير، ودي كانت الصوره النهائيه بتاعته، هو نفس الجهاز اهو بس عدلنا فيه شويه. ادي الالكترود بدل ما كان سلك خليته الكترود، وهنا الهولوكاسود، وادي الازازه الثانيه اللي انا بقول لكم عليها اللي بشرط فيها الالكترونات اللي بتمشي فيها الالكترونات، ودوت الانود الثاني اللي بتوصل بالجهد الموجب، هتروح خارجه الالكترونات بالطاقه قويه جدا تخش جوه الانبوبه. ابتدي انا بقى امسك الالكترونات دي ادرسها واعمل بيها بروسيسنج واعمل بيها اللي انا عايزه. طبعا الجهاز الخرم اللي موجود هنا دوت او النحاس اللي موجود ده، ده جهاز اللي انا بقيس بيه طاقه الالكترونات، اللي انا بقيس بيه التشارج بارتكلز. حد فاكر ككويك كويز كده ايه الجهاز اللي انا بستخدمه عشان اقيس بيه طاقه الالكترونات او التيار بتاع الالكترونات؟ البروبا ما كانش بيقيس طاقه الالكترونات، البروبا كان بيقيس درجه حراره. انا عايز اقيس التيار بتاع الالكترونات، عايز الفرادي كاب. برافو عليك. فالجهاز ده جهاز الفرادي كاب اللي احنا قلنا عليه، اللي هو كان بيقيس التشارج بارتكلز، بيقيس انا حاطه على مسافه معينه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، وانا عارف الالكترونز هتخرج هنا عند زمن قد ايه، والمسافه موجوده عندي اقدر احسب منها الانرجي، واقدر احسب منها السرعه الاول وبعدين احسب منها الانرجي. اخر جهاز هنتكلم عليه قبل ما اخش في التوكاماك، الجهاز اللي خدناه امبارح اللي هو اسمه الداي الكتريك بارير ديشارج. ده جهاز بسيط جدا بيشتغل بالاي سي العادي اللي هو ال 50 هرتز، وبيشتغل بالاتموسفيريك بريشر، فده يعني ميزه فيه مخليه يعني ملك الساحه دلوقتي في التجارب البسيطه. ان هو بيشتغل اولا اي سي، مش محتاج دي سي ومش محتاج باور عالي، وتاني حاجه ان هو بيشتغل لك في الاتموسفيريك بريشر، فدي ميزه كويسه جدا فيه. شكل الجهاز من اسمه لازم يكون عندك زي ما شرحت لكم امبارح، لازم يكون في عندك ماده داي الكتريك، فده عندي تو الكترود زيد، وحطيت ما بينهم داي الكتريك، ممكن تكون داي الكتريك واحده وفي النص، ممكن تكون واحده على الكترود، وممكن احط على الاثنين الكترود بالشكل كده ماده داي الكتريك، او ممكن بدل ما هم بلانر بالشكل ده كده ممكن ان انا اخليها تيوبز موجوده جوه بعضها، ادي تيوب اهي وبعدين ماده داي الكتريك وادي الالكترود اللي موجود في النص. ده شكل الجيت، شكل الجيت اللي احنا كنا المفروض هنعملها معانا. شكل الجيت ان انا عندي اسطوانه وفي الكترود موجود في النص وفي ماده داي الكتريك ما بينهم هما الاثنين، ودخلت الغاز اولا لما تتكون البلازما ما بينهم، ما دخل غاز، فالغاز دوت هيزق الالكترود، هيزق البلازما معاه ويخرج، فيديني شكل الجيت اللي ليها استخدامات كتيره. لو تفتكر في اول برزنتيشن خدناها في السكول دي، كان الدكتور وليد جاب لنا فار كده، والفار كان فيه بلازما كده، قلم بيطلع بلازما، وكنا بنأثر على الفار دوت. فاكرين الفار ولا فاكرين المحاضره؟ اوكي، ركزت مع الفار؟ الطعميه. ايوه صح بالظبط. فهو كان الجهاز بقى الجيت اللي احنا استخدمناه في معالجه الفور دوت، هو كان البلازما جيت، كان هو نفس الديزاين دوت، الكترود في النص وفي الكترود وفي ما بينهم ماده داي الكتريك وفي غاز بيخرج بيطرد البلازما ديت، زي ما شفنا امبارح في العملي وشفناها ان البلازما ديت لو انت اشتغلت فيه في الاتموسفيريك، الاتموسفيريك بيبقى مليان اكسجين كتير، فالاكسجين دوت بيحصل له اندماج، ذرات الاكسجين بتندمج مع بعضها، فبدل ما هي بتبقى او 2 بتبقى او 3، والاو 3 دوت اللي هو الاوزون، والاوزون ده ليه استخدامات كتيره جدا في الطب. اكتر جهاز في البلازما بنستخدمه في الطب هو الداي الكتريك ديشارج ده بالاشكال المختلفه، نظرا لقدرته على تحويل الاكسجين على الاوزون، الاوزون ذات نفسه ده اصلا قاتل للفطريات وقاتل للبكتيريا، فانت لو ما عالجتوش بالبلازما هتعالجه بالاوزون، يعني بتستفيد ان البلازما بارتكلز طاقتها عاليه بتقعد تخبط لك في الورام او المنطقه اللي فيها مشكله، وكمان الاوزون بتيجي بتموتها لك خالص. اوكي؟
حاجه بقى اللي هو الجهاز بتاع التوكاماك، اللي هو الفكره اللي احنا قلنا عليها اللي كانت البيننج ديسشارج اللي هي الميرور ديسشارج اللي هي الفكره دي، احنا طورناها وابتدينا ان احنا نعمل الجهاز بتاع التوكاماك. اول انرجي is like oxygen for life. As long as you are a human being on the earth, we need energy. The planet is fine, but it will get rid of us. And so we need innovation. We have the potential and the capabilities to have cleaner sources of energy and more diverse sources of energy as well. One of the ways we think is the best way to do it is to actually replicate what happens on the sun. The principle is quite simple. When you have two atoms of hydrogen, if you make them collide, okay, they will fuse. When doing so, they liberate a huge amount of energy. The energy we will then use to actually produce electricity. It sounds simple because stars have been burning on fusion for billions of years. It's the fundamental energy of the universe. But we need to control it on Earth. Here we are. It's ITER. ITER is a large international program in order to demonstrate the feasibility of fusion technologies. Probably one of the biggest scientific and technological challenges that human race had to face. In the sun, the pressure is very high. To get that same kind of collision of nuclei, we need really high temperatures. 150 million degrees in ITER. It's quite hot. Probably going to be the hottest point in the universe right here in Kalahash. You can't really make the same scale of the sun on Earth. We have to use a special device called a tokamak, which is basically like a donor. So we are now constructing the whole platform and then starting to construct the machine itself before we can actually use it. Yeah, you love the tokamak? The plasma is the state of the hydrogen when you heat them and you produce fusion power. So you can think of a plasma as a ring of lightning, if you wish, which is traveling around the machine, held indexed by strong magnets. There is many challenging technology to have to be assembled and working all together, and it is a challenge we have to face. So where I stand, there will be the vacuum vessel, okay? And attached to the vacuum vessel, you will have 440 modules of the blanket covering all the vacuum vessel and facing the plasma, and roughly about 600 meters square in area. Basically, the main fuel source will be seawater. This huge machine is fueled by this tiny pellet. We are now making things which have never been done before. Just to give you an idea, these neutrons have so much energy, there was nothing to stop them. If it was in space, it would travel from here to the moon in 8 seconds. There is, like I would say, a miracle around ITER. It's always shown that the planet is able to collaborate on a scale somewhat above the normal argument level. There's more than 30,000 people all over the world working in order to deliver and manufacture the different components. Obviously, it's quite a challenge to keep the plasma contained inside a tokamak. So to do that, we need some super strong superconducting magnets. This is the superconducting cable to be wound in a circle shape. So the largest magnets that have ever been manufactured in the world. You need these very large magnetic cages in order to maintain this 150 million degrees plasma away from the wall. The magnets are super cooled because they have to be really strong. They're one of the coldest things in the universe. So in 10 meters, you go from nearly absolute zero to 150 million degrees. I can't imagine anywhere in space where you can find this kind of gradient. As a scientist, I have been looking for this technology for several decades. Everybody knows what they're doing. They're just going to get on and do it. If we succeed, okay, it will be a real breakthrough for the energy supply for the world, not just a century, but millions of years. We really need to work on this as soon as possible and prove this as soon as possible. The future energy issue will be on our shoulders. If we don't then prove that fusion is a possibility, then I think that this as an energy source for the future will be lost. And now we as a team need to prove that we can do what we promise. A dream is just getting reality. If ITER works, you have demonstrated that you can create large amount of power from fusion reaction, and it gives rise to the hope of designing then fusion reactors which can produce electricity in the future. If we master it in an efficient way, we have no more problem with any energy issue.
فعلاً أنتو كمك بيكون من جوه من تورس بالشكل ده كده، دي اسمها التورس اللي هي على شكل الأرض، وفي حواليها ملفات مغناطيسية. الملفات المغناطيسية دي وظيفتها أنها بتكون لي مجال مغناطيسي، وفي نوعين من الملفات المغناطيسية أنا بستخدمها. في واحد اسمه ترويدل فيلد اللي هي دي كده اسمها ترويدل، يعني شغالة على التورس، لفة على التورس. وفي واحدة اسمها بلويدل يعني لفها من بره. يبقى انا في نوعين من المجالات المغناطيسيه محطوط على التوكاماك من بره، واحده اسمها بلويدل وواحده اسمها ترويدل. البلويدل ديت او اللي هي موجوده هنا ديت اللي هي اسمها ترويدل، انت لو عندك مجال مغناطيسي، لو انت عندك ملفات ماشيه كده، تيار ماشي في الحته دي كده، يبقى المجال المغناطيسي هيبقى في النص. فاذا الملفات دي مسؤوله عن ان يخلي لك البلازما تمشي في النص، تتحصر في النص بالشكل ده كده. هي مش هتزقها كده اهو، بس هتخلي في مجالات مغناطيسي، في خط من مجال مغناطيسي ماشي في النص. دايما الترويدل دي مسؤوله عن تسخين البلازما، بتسخنها اكتر، بتخلي البارتكلز تخبط في نفسها اكتر. بس الترويدل دي مش هي المسؤوله عن حصر البلازما، هي دي عملت لي مجال مغناطيسي ماشي كده في النص كده اهو. المجال المغناطيسي ده عمل ترابنج للالكترونز، ما يخليهاش تطلع فوق ولا تحت، تفضل دايما موجوده تحت كده، فتقعد تخبط في بعضيها فتزود درجه الحراره بتاعت البلازما. طيب لازمته ايه بقى التاني البلويدل اللي موجود من بره ده كده؟ ده بقى هو ده اللي بيزق البلازما يبعدها عن الجدار، يقعد يزقها من كل حته فتزق من كل حته فتبعد عن الجدار، هو ده الجدار بتاعت البلازما فتبعد. طيب كده الكلام اللي انا قلته ده لو البلازما اصلا موجوده من الاول. طيب انت كونت البلازما ازاي يا عم الحاج؟ احنا مش شايفين اصلا ولا في اي الكترود موجود قدامك ده. احنا كوننا البلازما برضو بمجال مغناطيسي ثالث، مجال مغناطيسي ثالث عن طريق البرايمري كويل اللي موجود في النص. بنكون البلازما بفكره الترانسفورمر. احنا الترانسفورمر بيكون عندي ملف اسمه ملف ابتدائي وفي ملف ثانوي. انت لو حطيت سيادتك جهد في الملف الابتدائي بيتكبر او بيستغفر حسب عدد اللفات اللي موجوده قدامك. نفس الطريقه بالظبط، ادي التورس اللي موجود في النص دوت، ده الملف الابتدائي، والبلازما ذات نفسها بتعمل عمل الملف الثانوي. انت في الاول عملت كده زي سبارك بتاعت العربيه كده، يا دوبك بس شغلت الدنيا، خبطت طوبه في الميه الراكده، وبعد كده حته السبارك الصغيره ديت لما الملف ده اشتغل راح نشر البلازما في الحته دي كلها عن طريق عمليه نفس فكره الترانسفورمر بالظبط. بيبقى عندي ملف ابتدائي والبلازما ذات نفسها هي الملف الثانوي. يبقى انا دلوقتي كونت البلازما عن طريق ماجنتيك فيلد، حصرت البلازما عن طريق ماجنتيك فيلد، سخنت البلازما برضو عن طريق ماجنتيك فيلد. التوكاماك دوت كانت فكرته الى حد ما حلت لي مشكله، بس وصلنا في الاخر لمشاكل كتيره فيها. اول مشكله كبيره فيها كانت عمليه حاجه اسمها البلازما فيسنج. البلازما فيسنج ان درجه الحراره انا عليتها قوي عن طريق عن طريق الماجنتيك فيلد دي عليت قوي مني وزياده شويه، فبقت الماتيريال بتاعت الرياكتور من جوه عماله تتاكل. فمن اول التسعينات ظهر علم جديد، علم اسمه بلازما وول انتراكشن. البلازما وول انتراكشن ابتدى العلم ده يدرس ايه المواد والسبائك اللي المفروض تتحط جوه الوول من جوه بحيث انها تقدر تستحمل الهاي تمبريتشر دي، رغم كل المجالات المغناطيسيه الموجوده وبرغم كل الحبشتكنات اللي انا عاملها دي، في برضه بعض تشارج بارتكلز عمال يحصل لها ترابنج وعماله تعمل لي مشاكل. فاحنا رحنا دخلنا كده في فرع جديد خالص من العلم لسه ظاهر قريب جدا، حاجه اسمها البلازما وول انتراكشن. دي كانت اول مشكله من مشكلات البلازما. تاني مشكله الجهاز دوت احنا عايزين نعمله علشان نولد منه الطاقه. احنا دلوقتي عملنا تفاعل اندماجي جوه، دي احسن وصف ان انا اعمل فيه تفاعل اندماجي، وحصرت التفاعل الاندماجي جوه وبقت العمليه بالنسبه لي 100% وحاجه ممتازه. بس سيبتك بسبب المجالات المغناطيسيه ديت انت مش بتقدر تقعد في مجالات مغناطيسيه فتره كبيره. انت مجال مغناطيسي قوي، وانت عشان تحصل على مجال مغناطيسي قوي 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 دوت بتشحن كاباسيتور زي ما احنا عملنا في تجربه البلازما فوكس دي وتفرغه في الملفات. فلان انت عمر ما يكون عندك باور سبلاي يقدر يديك كل الطاقه ديت مره واحده، فانت في مرتبط بالوقت بتاع تفريغ المجال المغناطيسي. والمجال المغناطيسي لو مات منك والتجربه شغاله يبقى كده الدنيا خلاص باظت، هتبص تلاقي البلازما راحت للوول وضيعت للجهاز. فدي مشكله كبيره ان انا عايز اطول عمر البلازما اكبر قدر ممكن. فكل شويه بقى عمالين كل بلد تعمل لها توكاماك
تقول ان احنا وصلنا دلوقتي لبلازما فتره العمر بتاعتها 2 مايكرو سكند 3 ملي سكند ما اعرفش ايه، لغايه ما جينا في من 15 سنه كده شلنا خالص فكره التوكاماك، هي ما اتشالتش يعني. دخلنا العلم الجديد حاجه اسمها علم الاستليريتورز. علم الاستليريتورز قريب قوي من التوكاماك نفس الشكل، بس اللي بيفرق هي عمليه الماجنتيك فيلد اللي انا حاطه من بره دوت. الماجنتيك فيلد اللي احنا حاطينه من بره بدل ما هو بالشكل المنتظم دوت خليناه شكله معقد شويه وبيعمل عمليه تويست. هتلاقي حتى شكل التورس دوت كان الدكتور وليد حط لنا صورته في الاول، التورس او الدونالد دي مش دونالد كده مستقيمه، هتلاقيها تويستد كده. فالمجال المغناطيسي بيعمل عمليه عصر تيجي كده في حته كده وتعصرها وحته ثانيه تعصرها، وتلاقيها كده وكانك بتمسك هدوم وبتعصرها، فانت بتطلع كل الانرجي فيها في الحته ديت. العمليه دي زودت لي الانرجي اللي موجوده جواها، وعن طريق عمليه العصر دي بقيت اريح ملفات تشتغل وملفات ثانيه ما تشتغلش، بقت تشتغل بالتبادل، واحد يشتغل لغايه ما البلازما تمشي من عنده وترجع له ثاني يكون هو اشتغل، فريحت الملفات شويه فطولت عدد الزمن اللي بتاخده البلازما. كان اخر جهاز اللي هو لسه شايفينه السنه اللي فاتت اللي هي ميركل راحت فتحته اللي هو اسمه الويندلشتاين 7 W7، ده جهاز استيليريتور يعتبر دلوقتي اكبر استيليريتور في العالم، وده موجود في ماكس بلانك انستيتيوت اوف بلازما فيزكس، ده موجود في المانيا، وده وصله هي قالت الله اعلم بقى الكلام ده ساينتفكلي صح ولا لا، ان هي وصلت ان عمر البلازما اللي بتتكون جوه الاستيليريتور دوت دقيقه ونص، فدقيقه ونص ده بيقول ان هو بروميسنج ان هو يبقى سورس اوف انرجي عالي جدا. العالم اتحد في التسعينات من القرن اللي فات علشان نعمل الجهاز دوت يبقى يكون كبير قوي، ودوت يبقى هو ده مصدر الطاقه اللي هيبقى على في الكون كله، لان الدراسات بتقول ان البترول هينضب من العالم ومش هيبقى فيه بترول بعد كده، فاحنا لازم ندور على سورس اوف انرجيز ثانيه. فكان الفكره ديت ان هم لازم ينشئوا جهاز مفاعل كبير جدا علشان يولد الطاقه، والطاقه ديت هي اللي هتمد الدول ديت بعد ما ينشا بيه الطاقه لمده 50-60 سنه. والجهاز دوت اسمه الايتر اللي هو الدكتور ليتش قال لنا عليه، واحنا هنشوفه في الاخر خالص شكل الايتر دوت. زي ما احنا قلنا كل الدول بتحاول تحط تعمل باع ليها في موضوع التوكاماك دوت. كان من ضمن الدول العظيمه اللي كان ليها باع في الموضوع دوت مصر، وده المرحوم الايجيبتور التوكاماك اللي موجود عندنا في مصر، ده كان توكاماك اهدى لينا، ده كان مشروع تخرج بتاع طلبه في امريكا، وبعدين خلاص الطلبه اشتغلوا عليهم تقريبا ما اشتغلش تقريبا، فكانت الطلبه ديت مسافره سمر سكول تقريبا او حاجه زي كده في المانيا، فخدوه معاهم وودوه المانيا كهديه للطلبه بتوع السمر سكول. وبعدين عندنا في العصر المزدهر بتاعنا في الثمانينات سامون راح سافر المانيا ورجع هو معاه جهاز مفاعل نووي جديد اسمه التوكاماك دوت، ده هيعمل ثوره تكنولوجيه في مصر قوية جدا، وده كان اسمه سماه هو ساعتها اسمه الايجيبتور، هو اسمه الحقيقي اللي اتصنع منه اسمه يونيتور، وهو بالفعل كان مشروع تخرج بتاعت الطلبه، كان الطلبه عايزه تعمل موديلنج للتوكاماك، تعمل توكاماك حتى هم بيسموه بيبي توكاماك، يعني مش توكاماك بس اسمه بيبي. وده كان الشكل بتاعه دوت الماجنتيك فيلد البولويدال والترويدال اللي موجود كده في الحته ديت، ودي التشامبر اللي احنا بنشتغل بيها الاسبكتروسكوب. طبعا ده هو موجود كشكل بس، انما يعني ثلاث ارباع الحاجات اللي موجوده فيه ديت يعني ايه؟ خلاص اتاخدت يعني. ده كان جهاز اسمه الايستوك، ده اصغر توكاماك موجود في اوروبا، ده يعني طبعا اكبر من البيبي توكاماك اللي موجود هنا، بس ده اصغر توكاماك، وكل شغله الايستوك دوت ان هو يشتغل على البلازما وول انتراكشن، هم مصنعينه علشان يدرسوا بس البلازما وول انتراكشن. ده موجود في لشبونه في البرتغال. ده واحد كده ما نعرفش. ده الجت اللي الدكتور صلاح راح زاره، ده اكبر توكاماك موجود في اوروبا وفي العالم حاليا لغايه دلوقتي، ده الجت، وده شغال من التسعينات لغايه دلوقتي، وتقريبا السنه الجايه او بعدها تقاعد ما لم يكن تقاعد. ده بالفعل قدروا يولدوا منه كهرباء، ولكن زي ما الدكتور وليد قال لنا ان الكيوب فاكتور بتاعته صغيره جدا، عشان اولد منه كهرباء بديله كهرباء كبيره جدا والعايد منه صغير، فلذلك تقاعد الجهاز دوت. الجهاز دوت ليك انت تتخيل ان للاسف الصوره مش باينه، ان ممكن يكون ده ايد واحد، ان في واحد واقف هنا كده، فهي اكبر مننا، دي التيوب ذات نفسها تيوب بس، غير الجهاز بقى، الجهاز ده حاجه كبيره جدا يعني مبنى من 5 ادوار.
وطبعا في الاخر بقى اتفقوا بعد الجت وبعد المشاريع الكبيره دي ان احنا نبني الجهاز الكبير اللي هيبقى مستقبل العالم كله على ايديه. وطبعا الدول المشاركه في الجهاز بس هي اللي لها الحق ان تاخد الكهرباء ديت، وغير الدول الثانيه ديت الدول العالم الثانيه ديت ما لهاش حق لانها ما مصرفتش على البحث العلمي وما فكرتش في المستقبل هيكون شكله عامل ازاي. فكان الجهاز دوت اللي هو جهاز الايتر، وده تقريبا المفروض ان هو يكون كان شغال من 2012، ولكن طبقا لقله الفند والناس بعض المشاكل اللي حصلت ما لسه ما خلصش، لسه في بنائه. ده جهاز عملاق جدا، دي التيوب اللي موجوده في النص وديت الماجنتيك فيلز اللي موجوده حواليه، وكل دوت اندر فاكيوم، ودي الكريوستاتس اللي بتبرد الجهاز دوت، لان الجهاز دوت درجه الحراره من بره مش من جوه تبقى عاليه جدا، فلازم يكون كل دوت من بره متبرد. وده شكل الانسان، ده واحد اهو بالنسبه للتيوب اللي موجوده. فجهاز عملاق جدا مشترك فيه 5 دول، وكل شويه بعض الدول لا مشتركين اساسيين فيه، في بلاد مشاركه فيه كبحث وفي بلاد مشاركه فيه كتاسيس. اللي مشارك كتاسيس ده ليه حق ان هو ياخد من الانرجي بتاعته بعد كده. فكان الجهاز دوت بيبني، ولكن بعد ما في سنه 2011 لقيوا ان الفكره مش سديده شويه، لان الانرجي اتوزعت على 5 دول، والدول ديت عرفوا ان بعد سنين هتبقى الاحتياجات بتاعت الطاقه بتاعتنا مش هي نفس احتياجاتنا دلوقتي، فاحنا محتاجين نبني جهاز اكبر منه. فاتفقوا ان هم هيعملوا جهاز اكبر منه في سنه 2011 اسمه الديمو، والديمو دوت من المفروض ان هو يكون معمول في سنه 2025. كل سنه وانتم طيبين والسلام عليكم. فالمكثفات بتاعت بقى الاتحاد السوفيتي بتاعت زمان دي شكل الصواريخ بالظبط. فقعدوا اشتغلوني بقى وقالوا لي صواريخ وما اعرفش ايه، وطلعوا لي بالفعل جريده. كان جمال عبد الناصر راح زار المعمل اللي انا كنت فيه دوت، والجريده كاتبه يعني دخلنا عصر الصواريخ وما اعرفش ايه وهي مكثفات يعني. شكرا. سؤال تاني؟ قول يا عم حاج. طب بداية واحد الصبح بيغني لي صليب الصوارم والتاني يقول لي صواريخ وكلام. الامبيدنس بتشتغل مع الار اف جنريتور، ليه عارف ما تستخدمش ترانسفورمر وتخلي برايمري كويل بتاعه هو اللي يبقى امبيدنس ماتشنج مع السورس، والسكندري كويل بيماتش الامبيدنس بتاعت ال هي دي فكره الامبيدنس ماتشنج، ان انت بتستخدم كويلز مع كاباسيتورز مش كويلز بس. يعني العمليه على فكره معقده مش سهله ان انت تحسب الامبيدنس بالظبط، وشكل الامبيدنس بتختلف حسب السبيسنج بتاعت الالكترودز، لان لو البلازما كده هتبقى زي ما انت قلتوا مكثف، فالمكثف ده الساعه بتاعته كمان هتخش معاك في الحسابات بتاعت الامبيدنس. فانت لو غيرت المسافه ما بين الالكترودز وعملت اي حاجه والغاز اللي بيخش ده بيغير لك في الدايلكتريك ماتيريال، ففي حسابات كتيره جدا بتعملها عشان تحصل بالظبط على الامبيدنس بتاعت السيستم بتاعك هو نفس الامبيدنس بتاعت الباور سبلاي اللي انت مستخدمه. لو عارف الالكترود ليس مش هحتاج، مش هيبقى فيه كباستور عندي. مش هحتاج ايه؟ لو انت في السيستم اللي هو الالكترود ليس اللي هو كويلز بس. مش هحتاج انت كباستور، مش الكباستورز، انت محتاج ان انت تاخد اكبر باور من الجهاز. انت الجهاز نفسه عمل اندكتنس، فانت الاندكتنس دي هتغير لك هتريزيست الانرجي اللي جايه لها ديت.
فانت محتاج تتغلب على الاندكتنس دي، فعشان كده بنعمل الامبيدنس ماتشنج، سواء في الاندكتيفلي او في الكاباسيتيفلي لازم يكون في ماتشنج ما بينهم هما الاثنين. اوكي دكتور، هو حضرتك قلت في الاول احنا بنحط الالكترود فيرتيكال او هوريزونتال، فده بيفرق في ايه؟ يعني هو هيفرق معايا في ايه؟ هي مش فارقه معايا في حاجه، انا شخصيا يعني مش معايا في حاجه، بس ممكن يكون شكل التطبيق اللي انا بعمله. يعني مثلا تعالوا نشوف تطبيق كده، انا عايز ادخل تاثير جرافيكي مثلا. لا يعني مثلا لو انا عندي الكتروك كده والكتروك كده وعملت بينهم هما الاثنين ديسشارج، فالكاسود فالكاسود فيه هنا الكترونز عاليه جدا، ايه اللي هيحصل لو انا ميلت الكاسود دوت شويه بدل ما كانت سويته وبرل كده رحت مميله شويه؟ لو انا ميلته كده كل الالكترونز اللي هتيجي هنا هتعمل تاكل في الماتيريال اللي موجود هنا.